وصفة النهاردة من الوصفات اللذيذة واللي أنا بحبها جدا، وكنت متحمسة قوي إن أنا أوريها لكم من زمان وأشاركها معاكم، لأنها هي بجد وصفة تحفة. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطس الويدجز بطريقة سهلة وسريعة، ونتيجتها تحفة هتطلع معاكم زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط في السوبر ماركت، أو لو انتوا بتاكلوها بقى في المطاعم تطلع مقرمشة كده من بره، واخدة يعني طبقة قرمشة رهيبة وكمان مستوية كده وطرية من جوه، بجد تحفة جدا، لازم تجربوه. يا ريت بقى نعمل لايك قبل ما نبدأ الفيديو، وتعملوا كمان سبسكرايب لو انتم مش متابعين القناة عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. اول حاجة هعملها هي البطاطس. انا مستخدمة كيلو من البطاطس، وهعملها بقشرها، لان القشر بتاع البطاطس من الحاجات المفيدة جدا، وبتدي كمان قرمشة حلوة قوي للبطاطس الويدجز. انا نقعتها في مية سخنة يعني دقيقتين كده ولا حاجة عشان تنزل كل الطينة من عليها وتبقى نظيفة قوي. ممكن كمان تعملوها كده في فرشة، مهم ان انتوا تغسلوها كويس قوي من اي حاجة من عليها، رملة او طينة. هناخدها بقى كده نقسمها نصين بالطول زي ما انتوا شايفين، وهنقسم كل نص على 3 قطع، وتعملوها بورب كده بحيث ان هي يبقى ليها زي سن رفيع كده من فوق بنفس الشكل اللي في الفيديو ده دلوقتي اللي انا بقطعه بيها. هتلاقوها سهلة جدا، وكمان كل ما تقطعوها بنفس الشكل ده كده هتستوي كلها مع بعض في نفس الوقت، ومش هتاخد وقت طويل في السوا. ولو رفيعه قوي هتلاقوها يعني مقرمشه زياده عن اللزوم، ومش ما فيهاش بقى لحم كده، البطاطس اللي بتبقى طريه كده من جوه. فقطعوها بنفس الحجم ده عشان تظبط معاكوا، ويبقى طعمها مقرمشه كده من بره وطريه من جوه كده وحلوه. قطعت بقى كل الكميه وحطيتهم في البوله دي، وهحط عليهم ميه سخنه مغليه، وهسيبهم في الميه دي لمده 20 دقيقه. الخطوه دي هتاثر علينا خطوه السلق، انا بس الميه السخنه دي هتخلي البطاطس تطرى معانا على طول وتستوي على طول في الفرن، ما تاخدش معانا اي وقت خالص. هنزود بقى على الميه دي 3 معالق صغيره من الملح. بعد بقى ما قعدوا 20 دقيقة صفيتها من المية، وهحطها على مناديل او على فوطة نظيفة، واهم حاجة ان احنا ننشفها كويس جدا من على اي مية عليها، عشان بقى بعد كده لما نيجي نتبلها التوابل تثبت عليها وما تبقاش بقى واقعة كده من عليها. فاهم حاجة، اهم خطوة ان احنا ننشفها من المية بتاعتها كويس جدا. هنحضر بقى دلوقتي التتبيله اللي احنا هنتبل بيها البطاطس. عندي هنا 3 معالق كبار من زيت الزيتون، ممكن تستخدموا زيت عادي مش لازم زيت زيتون. وفي كمان ناس بتحب ان هي تحطها في الفرن تتحمر الاول وبعد كده بقى تتبلها في الاخر، بس الخطوه دي حلوه جدا وبتطلع نتيجه مقرمشه. ده كده ميكس توابل انا عاملاه، ملح وفلفل اسود وثوم بودره وبابريكا، بتديها طعم حلو قوي، ورشه صغيره من توابل الجبنه. هحط برضو عليهم 2 معلقة كبار من النشا عشان تديها طبقة كده من بره مقرمشة وحلوة. هقلب بقى التتبيلة دي كده كلها مع بعض كويس قوي لحد ما ادوب كل النشا مع التوابل والزيت. هتلاقوا قوامها تقيل كده شوية، احنا عايزينه تقيل عشان يمسك بقى على البطاطس. هنضيف بقى عليهم البطاطس، وانتوا بقى بتحطوها هتحسوا ان البطاطس بدأت تطرى كده شوية. هقلبها بقى كويس قوي مع التوابل لحد ما البطاطس كلها تتغطى بقى بالتتبيله اللي احنا عملناها. ممكن كمان تحطوها في كيس من اكياس السندوتشات او اي كيس بلاستيك، وتقفلوها كده على التتبيله دي، وتقعدوا بقى ترجوا فيها كده لحد ما البطاطس كلها تتغطى وتتغلف بالتتبيله اللي احنا عاملينها دي. هي طريقه سهله جدا وبسيطه، مش هتاخد معاكوا اي وقت خالص. كده خلاص تبلناها كويس قوي، بحب بس اديها تقليبه كده من تحت لفوق عشان اتاكد ان كل البطاطس اتغلفت. هجيب بقى صينية فرن مدهونة شوية زيت، ممكن كمان لو الصينية بتاعتكم بتلزق حطوا عليها ورقة زبدة، برضو هتخلي البطاطس تاخد لون وتحميرة حلوة جدا. وبعد كده هنرص بقى عليها البطاطس، وحاولوا يبقى يعني ما بينهم كده مسافة شوية عشان بس تتحمر وتاخد لون من كل الجوانب وكل الجهات. هدخلها بقى الفرن على أعلى درجة حرارة، هتاخد حوالي من نص ساعة ممكن ساعة إلا ربع على حسب حجم البطاطس. شايفين أنا عايزة أسمعكم صوت القرمشة. سامعين الصوت؟ بصوا يا جماعه كانت طالعه مقرمشه بطريقه رهيبه بجد، كانت مقرمشه جدا من بره وفي نفس الوقت طريه كده وحلوه قوي. خرجتها بقى وحطيتها كده في الطبق، طبق التقديم، ومعاها اي صوص بقى انتوا تحبوه. انا حطيت معاها كاتشب، ورشيت عليها كمان من فوق الوش شويه زعتر وشويه جبنه مبشوره، وكلوها بقى كده وهي سخنه. بجد يا جماعه طعمها كان خطير وحلوه جدا. وعملتوها بقى مثلا في عشاء وانتوا قايمين جعانين كده بالليل مش لاقيين حاجه تعملوها، او حتى لو عملتوها جنب كده الغدا كسناك، بجد كانت حلوه جدا وطعمها لذيذ، وبجد طالعه نفس اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، بس عملناها في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. اتمنى يا رب
رب ان تكون انها عجبتكم. وما تنسوش بقى لو جربتوها ان انتوا تبعتولي الصور بتاعتكم على الانستجرام. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله اشوفكم تاني قريب على خير، وباي باي.